بالنسبة للرابطة، إذا تحدثنا عن الرابطة الدوري للمحترفين، هي موجودة كنشأة في النظام الأساسي للاتحاد، تمام، في المادة 46 وكذلك في المادة الأولى في التعريف، موجودة من ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي كيان مستقل له تنظيم مستقل إداريا وماليا وتسويقيا وجميع النواحي. الأهم فيها أنها تتكون من جميع الأندية المحترفة. سؤالك الآن، هل هي قانونية أم لا؟ أين المحترفة وأيضا الأولى؟ الأولى لأنها أندية محترفة. أنا عارف هي، أنا عشان نوضح الجزء. بس 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 سؤالك، هل هي قانونية أم لا ولادتها في المملكة العربية السعودية؟ وفق اللي أنا قرأته في اللائحة ووفق اللي إحنا نشوفه في الواقع، هي ليست قانونية نهائيا، صفر، لا تمت للقانون بأي صلة. والسبب؟ أنا بقول لك الأسباب. الأسباب تتعلق أول شيء أنها ليست مستقلة. بيجي أحد يقول لي طيب موجودة في النظام أنها مستقلة، كيف نتكلم أنها مستقلة ورئيسها؟ ما أبغى أتكلم أنا عن الأسماء لأن برنامجنا بالذات أنه قانوني بحت. رئيسها هو نائب لي في الاتحاد السعودي لكرة القدم، هنا تنعدم الاستقلالية. أيضا نتكلم عن حجة أخرى أنها تنافي الاستقلالية، لائحتها تتكلم المادة 46 فقراتها الثمان تتكلم عن لائحة لابد أن تصدر لها من حين إنشاء هذا النظام الأساسي. لم نشاهد هذه اللائحة من الرابطة نهائيا، حتى الآن لم نشاهد هذه الرابطة.